يعني العذر الشرعي جالها او الدوره جات لها في الفتره في العشر الاواخر، نعم، فهي حاسه انها محرومه من خير كتير، فهل ممكن تمسك المصحف وتتعبد وهي لابسه جوانتي؟ نعم، هذا الامر فيه خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا ان العذر الشهري يمنع من مسك المصحف، من مس المصحف وتلاوه القران كذلك، يعني سواء كانت بتتلو القران او بتمسك المصحف ممنوع تماما، عند راي بعض الفقهاء، عند راي الجمهور في الحقيقه يعني. ولكن بعض الفقهاء قالوا أنه لا مانع إذا ما أجرت الـ 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 يعني كلمات القرآن ونظم القرآن الشريف على قلبها بإمراره على عينيها، فهي تأخذ نسخة كده إلكترونية وتنظر بها وتجري هذه الكلمات على قلبها بالنظر بدون تحريك الشفاه. بعض الفقهاء توسع أكثر فقال أنه لا مانع من أن تمسك المصحف بحائل وتقرأ إذا كان لها ورد معتادة عليه أو كذا أو كذا. ولكن الحقيقة إذا أرادت النصيحة فالخروج من الخلاف مستحب. يعني إيه الخروج من الخلاف مستحب؟ يعني في بعض الفقهاء أجاز وبعض الفقهاء لم يجز. فإحنا لو قرأنا القرآن ونحن على حال العذر الشهري يبقى دخلنا في الخلاف. لا، خلينا نخرج من الخلاف، وبدل ما نقرأ القرآن نعمل الكثير من الطاعات، ولنا في ذكر الله وفي الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. ويجب بقى ان احنا كمان نستحضر حاجة، ان الذي امرنا والذي يحب منا تلاوة القرآن هو الذي جاء لنا بهذا العذر. أليس الحق تبارك وتعالى هو الذي احب منا تلاوة القرآن؟ والحق تبارك وتعالى هو الذي اراد ان يأتي هذا العذر في هذا الوقت. يوم نعمل ايه؟ نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. وبدل ما ندخل في الخلاف، لا، خلينا بقى نتبحر في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضي الليل كله. يعني لو تصورنا كده ان احنا قعدنا ليلة القدر من أولها إلى آخرها في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة. اللهم صل، صح كده؟ يبقى نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلتزم ونخرج من الخلاف، ونذكر الله سبحانه وتعالى، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات.